تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فبكى وبكى وبكى. من أحرص منه عليه؟ من أرحم في الخلق به منا طال بكاؤه؟ وأنت تعرف قدره عند الرب. وبكى من هذا؟ لو بكت علي مليون عين غيره ما ساوت بكى لحظة منه. بكى. والحق لما أراد أن يظهر سر هذه العبودية وسر الربوبية في توليه قال لجبريل: يا جبريل قم لبيك ربي، انزل إلى عبدك عبدي محمد وأنا أعلم به، قل له يقول لك ربك ما يبكيك. وصل الأمين رسول الله: ربك أرسلني إليك يقول ما يبكيك وهو أعلم. قال: يا جبريل مررت على هذه الآية، قول عيسى في أمتي.